خلوني أخدكم ونروح على تقرير مهم جدا متعلق بقى بإيه؟ أيوة بكلية الزراعة. كلية الزراعة في جامعة دانها تمكنوا من إنتاج سلالة جديدة من الدواجن. طيب خد بالك بقى هنا، شوف التفكير، عندي متغيرات مناخية، طب أنا عاوز فصائل جديدة وسلالات جديدة تعرف تقاوم البرد وتقاوم الحرارة علشان ما تفتصش، هنعمل إيه؟ عملنا كده في كلية الزراعة، هي بتقدر تقاوم التغير في درجات الحرارة بجانب مضاعفة الإنتاجية من اللحوم والبيض. تعالوا نتابع التقرير ونرجع نكمل الكلام. الحقيقه احنا عندنا النهارده حاجتين هنتكلم عليهم كويسين جدا. الحاجه الاولى ان احنا عندنا انتاج سلاله من الدواجن مسمينها سلاله دجاج بنها. الحاجه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هو زراعه موسم زراعه محصول القمح. النهارده احنا العام الماضي كنا بنزرع 15 فدان، النهارده عندنا 60 فدان من القمح بسلاله، وده اللي احنا برضو ايضا بنؤكد عليها، سلالة محلية أصلا مصرية. إذا كان لكلية الزراعة وجامعة بنها لها دور، فهذا الدور لابد أن يساهم في حل هذه المشكلة، ولابد أن يكون دور مجتمعي قوي جدا بحيث أن الجامعة تقدر تلبي احتياجات المجتمع المحيط. النهاردة إحنا بندشن مشروع زراعة 60 فدان تابعة لمزرعة كلية الزراعة لزراعتها بالقمح. فالجامعة في نطاق خدمة المجتمع المحيط بتحاول إن هي تجسر الفجوة بين متطلبات السوق والإنتاج، وبكده تبقى الجامعة ساهمت في خدمة البيئة وحاولت إن هي توفر محصول استراتيجي للدولة في إطار خطة الدولة في الأمن الغذائي. والحقيقة احنا بنزرع صنف متميز اسمه جيزة 171 وساخة 95، كصنفين متميزين في إنتاجيتهم العالية وللمساهمة في سد الفجوة الغذائية في مصر، وفي نفس الوقت إننا بندي رسالة للمجتمع المحيط إن احنا بنزود مساحة القمح، وعلى غرار كلية الزراعة بمشتهر والاحتكاك بالمزارعين الخارجيين يبدأوا هم برضك يزودوا مساحة القمح في مساهمة لكلية الزراعة والمجتمع المحيط في سد الفجوة الغذائية من القمح. إن شاء الله المردود بتاعه نصل بالإنتاجية إن شاء الله السنة دي لعشرين أرداب بالفدان كمتوقع بالنسبة للأصناف اللي احنا زرعناها. الكلية فيها مجمعات معامل بحثية بتخدم على هذا الأمر، بتخدم على الأراضي المحيطة بالكلية كلها والمناطق الزراعية المحيطة بالكلية. بالنسبة للسلالات بتاعت الأرانب والدواجن، احنا عندنا الحقيقة سلالتين عاليين جدا، عندنا سلالة أرانب مشتهر، ودي برضو كانت بين سلالة أسبانية في لاين أسباني مع السيناوي الجبلي، وتم إنتاج سلالة مشتهر مقاومة لكل الظروف وغير أيضا الطيور. عندنا مشروع الرز دوان بيهدف إلى إنتاج أصناف جديدة عن طريق محورين. المحور الاول ان احنا نبكر في النضج، وبالتالي بنستهلك كميات قليله من الايه من الميه، ان احنا بنوفر رياض في الميه في اخر الموسم. وتاني نقطه او تاني محور ان احنا بننتخب سلالات في الجيل الثامن دلوقتي من المشروع الناتج عن تهجين الاصناف المصريه في الاصناف الصينيه، ودوت مشروع استراتيجي ما بيننا وما بين دوله الصين، وان شاء الله هنبتدي نسجل اصناف جديده في الايه او سلالات جديده في الايه في الرز بتكون مقاومه للاجهادات الايه البيئيه وخاصه الجفاف. محصول القمح عندنا هو الذهب الاصفر بتاعنا، بدانا في زراعته زي ما انتم شايفين حضراتكم. احنا عندنا طرق زراعه القمح، عندنا الطريقه اللي احنا بنزرع بيها دي طريقه عشان نقاوم بعض الحشائش اللي موجوده، وعندنا طريقه ثانيه الطريقه الحديثه للقمح اللي هو زراعه القمح على مصاطب. فده يعني حاجه غير مسبوقه، وده كله ان شاء الله بتوجيهات القياده السياسيه ان احنا نزود مساحه القمح، وان شاء الله كده يكون خير باذن الله، والموضوع يبقى باذن الله كده يكون الخير يعم على مصر. بالنسبه لاستخدام الاسمده الكيميائيه في الانتاج الزراعي بتستخدم بكميات كبيره جدا، ودي بتختلف على حسب المحصول، لان كل محصول له احتياجات سماديه معينه. فمحصول زي محصول القمح اللي احنا بصدده النهارده الفدان بيحتاج من 60 ل 80 وحده ازوت، يعني حوالي
ست شكاير خلال الموسم، ولكن في طبعا في برضه حاجه اسمها الاسمده الحيويه، يعني كان يفضل ان انا اعمل تلقيح بالاسمده الحيويه اللي هي بتوفر لي 50% من قيمه الاسمده الكيميائيه. وكل هذه العمليه على فكره مكاسب، واهم شيء ان انا بحافظ على البيئه من التلوث اللي بينتج من تراكم المخلفات الزراعيه او المخلفات الحيوانيه، وبقلل من حدوث الامراض للانسان او الحيوان نتيجه تراكم هذه المخلفات. احنا عندنا في الكليه هنا عندنا مزرعه سمكيه مكونه من 8 احواض تعمل بنظام اعاده تدوير الميه. النظام ده من مميزاته ان انا بستخدم الميه بكميات قليله جدا، اللي بيحصل ان عندنا كميه ميه في احواض الاسماك بعمل لها عملية تدوير، ان انا باخد المياه بعد ما اتحملت بكمية من الملوثات واستنفذ الاكسجين الموجود فيها، بمررها على مجموعة من وحدات الترشيح عشان اتخلص من المخلفات اللي موجودة فيها وبعيد استخدامها مرة تانية بعد ضفط الاكسجين لها. مميزات النظام ده ان انا بقدر انتج في فصل الصيف وفصل الشتاء، كمان بقدر اتحكم في الوقت التسويقي اللي انا بطلع فيه السمك في الوقت اللي انا عاوزه. احنا معروف ان في مصر كلها بتنتج سمك من شهر 4 وبتبيع، بتبدا بدايه شهر 11 12 1، لا النظام ده بقدر اتحكم بقى في الوقت اللي انا ببيع فيه. النظام ده سهل جدا في زراعه السمك، سهل في تربيته وسهل في حصاده.